مشاهدينا اهلا بكم، وحنا كيف عودناكم كنصدر لكم يعني حالات اوصال اللي كتعيش ماساه حقيقيه. كنمشيو للمنازل ديالهم كنقلوا لكم الماساه ديالهم من داخل المنازل ديالهم، او بالاحرى من داخل الحجر ديالهم. فحال اليوم انا كنتواجد عند واحد السيده اللي كاري غير كوزينه عايشين فيها خمسه ديال الافراد، والهدف والغايه دائما كنقولها ونعاودها انهم هاد الناس يلقاو محسنين اللي يتعاونوا معاهم على الاقل حتى نخرجوا غير من هاد الظرفيه الصعيبه اللي كنعيشوا منها، وان شاء الله نخرجوا من هاد الظرفيه باخف الاضرار. فاليوم وقف بهم الحال، كاين اللي كان كيخدم في الموقف، كاين اللي كان كيخدم كيبيع ميكا كله، وكاين اللي كانت كتخدم في المقهى وسدات المقهى. يعني هاد الناس اللي ضاق عليهم الحال هاد الايام ما فيها باس، المحسنين يعاونوهم غير تتخرج هاد المرحله ان شاء الله ونخرجوا منها بسلام، وديك الساعه راه ممكن يرجعوا للخدامي ديالهم. اليوم كانت واجد منزل سيده اللي الحرفه ديالها كان راجلها سباغ، تهرس من الرجل ديالو، ما بقاش كيقدر يطلع في السلوم، ما بقاش كيقدر يخدم. عندهم ثلاثه الوليدات، خرجت كتبيع الميكا في السوق، الميكا ديال 10 ريال ودرهم، كتهز القفال للعيالات تحطها لهم في الطوموبيل اولا توصلها لهم البيت ديالها. المهم باش ما كان على حساب القول ديالها، ديك 10 درهم اولا 20 درهم في النهار راه كتوكل بها بنياتها. اليوم السوق كنعرفوا اغلب الاسواق راه خوات، ما بقاش عندها المورد الرزق ديالها ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله ملي نفوتوا هذه الجائحه ترجع الامور احسن بكثير من اللي كانت عليه. جينا للمنزل ديالها هي والعائله ديالها، كيكريو كوزينه، عايشين في كوزينه، وهذا هو العرض تقريبا في كينعسوا خمسه ديال الناس. الفقر ماشي عيب، مهم الانسان راه خدام بكتافه، خدام بالحلال كيجيب واحد الرزق ولو كان قليل، كيجيبو بالحلال وبالكتاف ديالو باش يقري الوليدات ديالو ويكبرهم في الحلال. عما الفقر ما كان عيب، ولكن احيانا سيدنا عمر بن الخطاب قال كاد الفقر ان يكون كفرا، يعني ملي كيضيق الحال وما كيلقى باش الانسان باش يوكل وليداته الله يحسن العوان، راه الكبده صعيبه. السلام عليكم لالا. وعليكم السلام اختي. واخا جينا عندك اليوم المنزل ديالك، ودائما الهدف هو ان محسنين ان شاء الله يتعاونوا معاك. شحال رقم التليفون ديالك هو الاول؟ 06 89 36 53 42. عاودي. 06 89 36 53 42. واخا انت تزوجتي عشتي، كيفاش يعني كيفاش الظروف تتقلبات بحال هكا؟ راه اختي شنقول لك، انا مني تزوجت كان راجلي ديك الساعات خدام، كان خدام في الصباغه، كان مره يخدم مره يبريك مره، ايوا مني طاح كان طاح فوق السلوم، تهرس ما بقاش يقدر يخدم. نوت انا كنبيع في ميكا ديال درهم في السوق. فينا هي كانت حداك هي هادي ياك؟ نهز كفيفه مع الناس، نهز كفيفه مع الناس، انا كنت نبيع الملحه مره نبيع الملحه ب 10، ما بقيتش كنبيع. دابا معاك كيجري علينا داك الشيء، كيجري علينا القايد، لان يعني كنعرفوا الظروف اليوم على الصحه ديال الانسان. ودابا هانتوما تشوفوني ها نبيع الميكا ديال درهم، ونهز كفيفات مع الناس باش نوكل بناتي. شحال كتصوري تقريبا في النهار؟ كنصور نهار 400، نهار 10 دراهم، نهار 600. فيها الماكله والكرا، فيها الماكله والكرا وكل شيء. دابا الكرا انا خليته تجمع عليا 3 شهور، ما خلصت لا كرا لا مرضى، وحيت ما عندي باش نخلص، ما عنديش اختي باش نخلص. ايوا على حنا انتم تشوفوا محل صغيور، راه حنا خمسة نفوس اللي كنعسوا فيه، ما كنقدرش تنتقلب انا وبناتي. قلتي لي كان بس انا ومول الدار واقف جالسين. راه ما كنباتوا، الا جا شي واحد من العائله كنباتوا حنايا جالسين، حيت ما عنديش اتساع، عندي كوزينه. كاريا كوزينه؟ كاينه كاريا كوزينه، كاريا 8000 ريال وزيد الموضه كل شهر كيفاش يجينا مع الجيران. والبنيات صغار؟ والبنات صغار، البنات عندي ثلاثة البنيات، واحدة كتقرا لي في السابعة، وما عندي باش نشري لها كتوبة الكسوة، واحدة كتقرا عندي في الخمسة، عندها 11 عم بطلع في 12، والدرية الكبيرة عندها 14 بطلع في 15، والدرية الصغيرة عندها 14 عام. ودابا خوتي البنات تشوفوا على حد ديك البنيات، وانا ما عنديش باش نكون بهم. شويه دابا الظروف قاصحه، شنو كيفاش فيا يعني من حيث الاكل، من حيث اختي ها كان هذيك وصافي، ها كان نعطيهم ياكلوا، نهار ما عنديش نهار، واحنا الظروف هي هذه. الله يرحم الوالدين ويشوفوا فينا المحسنين، واللي اللي شفنا كامل الله يحن القلوب علينا، والله يسهل عليهم، الله يرحمنا من الوالدين. شوفوا على قبل ديك البنيات، الله يسهل عليهم ما صعب.
الله يرحم لكم الوالدين المحسنين. واخا كيف كتبعوا معنا مشاهدينا، هذه هي الكوزينه اللي كاريه هذه السيده، فيها الحوايج ديالها، فيها فين ديال التلفازه، الفران، ها هو يعني سمحوا لنا حنا كنا كنوريو هذا الشيء لا لغرض الا ان المحسنين يشوفوا الوضعيه اللي عايشين فيها بعض الناس ويتعاونوا معاهم باذن الله تعالى. هذا الشيء اللي كنتمناو، يعني حنا كنتمناو غير يحنوا القلوب ويعاونوا المحسنين، يعاونوا هاد الناس. ها هو الباب تقريبا الا ممكن انا نحلو نشوف الفوق. الفوق اختي واحد المسمار الفقره فين كيتحل منا دم واحد الحديده صغيره دوزها هكا. ها هو الباب، يعني الا حليتي الباب راه كيوقف هنا. ها الباب فين كيوقف، يعني حتى راه كدخلوا الناس كدخلوا من هاد ياك من هاد العرض كدخلوا. يعني تقريبا الباب راه ما كيتحلش بحكم ان هنا كاين الفران، كاين البوطه، كاين فين كينعس الانسان، كلشي كيدار هنا. واخا لا انا غنعاود نشد الباب. هادي هو الكوزينه اللي كتعيش فيها هاد السيده، وهنا فين كينعسوا هاد المسافه تقريبا، هاد المسافه هاد المساحه يعني صافي. دابا انا وبناتي الراجل ما كاينش، راه عند اختو مشى مريض تما، شادو ما عندوش الورقه باش يجي، بقى عند اختو ما كاينش دابا هو مريض. ودابا ملي يكون الراجل كنحسو حنا هكا انا والدريات بناتي، نهار اللي يكون الراجل كنديرو راسنا هكا. لوبنا واخا لوبنا كاميرا ومن عين قيبه لك غير قيبه، هذه الكاميرا ومن ديالنا. المهم كيف شفتوا ها فين كطيب السيده، ها البوطه، ها الماعن، عارفين كتنعس هنا كينعسوا خمسه ديال الناس. حنا دائما الغرض ديالنا كنبينو غير باش المحسنين ان شاء الله يا ربي، وحنا العواشر وليله رمضان وغدا غيصبح رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. تلقى هاد العائله قلوب رحيمه اللي تعاونوا معاها. البنات باقيين صغار، خليناهم برا ما بغيناش ندخلوهم، يبقاو برا. الراجل قال لك كاين عند الاخت ديالو مريضه بالسرطان، الله يشافيها، نتمنوا لها الشفاء. والسيده هي راه كتبيع، كتخرج كتبيع الميكال ديال درهم و10 ريال باش كتجيب، نهار كتجيب نهار ما كتجيب على حسب القول ديالها. مشاهدينا ها هو الوضع ديال العائله وريناه لكم. نتمنوا ان شاء الله، نتمنوا يا ربي القلوب الرحيمه والمحسنين يتعاونوا مع هاد السيده. راه سولتها قبيلات قلت لها واش كاين بعدا باش رمضان حنا غدا، واش قالت لك والو، قالت لك انا باقي لحد الساعه، يعني ما عرفش انا رمضان كيفاش غيدوز كيفاش هكا. نتمنوا ان شاء الله نكونوا قدام الربح ويفيض عليك الخير ان شاء الله ويجوا محسنين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. نذكر غير بالرقم ديالك، الله يخليك اللي بغى يعاونك. ندير الرقم ديالك 06 89 36 53 42، 06 89 36 53 42. انت ماشي من الدار البيضاء اللهجه ديالك. لا انا جيب لي انا اختي جيب لي، ولكن هذه مع شحال مني مولاي الحسن وانا هنايا وما بغيتش نهضر تبدل. من 98 انت هنا. وانا هنايا كنت نخدم في الديور على دارنا باش نوكلم، ماشي دارنا ما بحالمش. دابا مني تزوجت ما بحالي ما مزوجاش، راه الراجل مريض ما قدامش، انا اللي خدامه على البنيه الثلاثه كنبيعها الميكا ديال دابا. يعني قبل ما تزوجي كنتي خدامه في الديور، دابا كتبيعي الميكا. نعم اختي وليت ما عندي النقله للصحه، ما بقاش عندي الصحه باش نخمل في الديور، وليت نبيع الميكا في السوق ونهز كفيفات مع الناس، ونهار نهار الجمعه كنمشي للجامع. يعني دابا الناس ديال الوفا كيعرفوك ديال السوق، عندك الكليان ديالك شويه كيعرفوني. راه ما واخا كليان ما عندهم درهم. المهم تا هما راه ناس، المهم نتمناو ان شاء الله، نتمناو من الله يكون شي هكا محسنين يتعاونوا معنا، والله يرحمنا من الوالدين، والله يسهل عليهم ويدخل عليهم هذا الشهر بالصحه والسلامه ان شاء الله. واش ما تمناو؟ قلتي لي كنتي الجمعه كتمشي حدا الجامع. كنمشي تما نهار الجمعه، دابا حيدو ما بقات لا جمعه لا والو. وان شاء الله دابا نخرجوا من هذا الوباء ويتحلوا الاسواق ويتحلوا مساجد الله ان شاء الله باذن الله تعالى. خصنا غير نصبروا وناخذوا التدابير ديالنا حتى نخرجوا من هذه الازمه ان شاء الله سالمين. الله يبارك فيك لالا. ما بقى لي مشاهدينا الا نودعكم. ها هو الحال، يعني وريناه لكم بث مباشر، شفتوا الوضعيه اللي كتعيشها هاد الاسره. نتمنى ان شاء الله ربي يفرجها عليهم. غنختم، لكن قبل ما نختم نذكر بالرقم ديال السيده لانني ما كتبتوش في العنوان. عاودي قولي الرقم ديالك لالا. 06 89 36 53 42، 06 89 36 53 42. شكرا لك، ونتمنى ان شاء الله النداء ديالك يوصل وتلقاي الناس اللي يعاونوك باذن الله تعالى. الله يبارك فيك، شكرا لكم مشاهدينا، نلقاكم ان شاء الله فرصه اخرى باذن الله تعالى.